أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض كفر للمج بخطوط الألوان. زي ما احنا شايفين الكفر بتاعنا عليه خطوط من الألوان. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. الخيط اللي هنشتغل بيه هو إليز سكرين بيبي، والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 3، وهيستهلك الكفر معانا أقل من ربع بكر. هنبدأ نعمل 3 غرز سلسلة. احنا دلوقتي هنبدأ بقاعدة الكفر أو قاعدة المج، ودي هتكون عبارة عن دايرة. هنبدأ دلوقتي زي ما قلنا بـ3 غرز سلسلة، وقفلناهم بغرزة نائمة، وفي كل غرزة من غرز السلسلة دي هنعمل غرزتين حشو. يعني أول لفة دي هنعمل فيها 6 غرز حشو. زي ما قلنا في كل غرزة من غرز السلسلة بنعمل غرزتين حشو مع بعض. وهنقفل اللفة بغرزة نائمة، هنعمل سلسلة ونبدأ اللفة الثانية، وهنعمل فيها غرزة حشو فردية، يعني غرزة حشو واحدة في أول غرزة، والغرزة اللي بعدها هنعمل غرزتين تزايد. هنمشي بنفس الطريقة دي، بنعمل غرزة حشو فردية والغرزة اللي بعدها بنعمل غرزتين مع بعض تزايد، هنعمل بيها الثلاث لفات الجايين. يبقى احنا زي ما قلنا عملنا 3 غرز سلسلة وقفلناهم بغرزة نائمة، وبعد كده عملنا في كل غرزة سلسلة غرزتين حشو مع بعض. وبعد كده هنعمل اللفة الثانية والثالثة والرابعة، الثلاث لفات اللي بعدها، كل لفة فيهم بنمشي غرزة فردية، يعني في الغرزة بنعمل غرزة حشو واحدة، والغرزة اللي بعدها بنعمل غرزتين حشو مع بعض، ونرجع تاني نعمل غرزة حشو ونعمل بعدها غرزتين تزايد. كده قفلنا أول لفة دي. هنعمل كمان لفتين زي ما قلنا بنفس الطريقة. أول غرزة بنعملها فردية، الغرزة اللي بعدها فيها 2 غرزة حشو مع بعض تزايد، وهنكمل واحدة فردية وبعدين التزايد. نكمل اللفة دي ونعمل لفة كمان بنفس الطريقة. هنقفل اللفة، وزي ما قلنا احنا عملنا اخر 3 لفات دلوقتي عملناهم. كنا بنعمل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة اللي بعدها فيها غرزتين حشو مع بعض، ونرجع نعمل غرزة واحدة، وبعد كده نرجع نعمل التزايد. هنبدأ دلوقتي اللفة الخامسة. هنعمل فيها غرزتين فردي، يعني كل غرزة منهم فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة التالتة فيها غرزتين حشو مع بعض تزايد، ونرجع نعمل غرزتين فردي. ادي اول غرزة فيها غرزة واحدة، اللي بعدها فيها غرزة حشو واحدة برضو، واللي بعدها فيها غرزتين حشو مع بعض. وهنكمل اللفة دي بنفس الطريقة، غرزتين حشو فردي، كل غرزة منهم فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة التالتة فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة. هنقفل اللفة دي، هنبتدي نعمل غرزة سلسلة علشان نبدأ اللفة السادسة. هنعمل فيها 4 غرز فردية، 1 2 3
أربعة، مشينا أربع غرز، كل غرزة بنعمل فيها غرزة حشو واحدة. رقم خمسة هنعمل فيها اتنين مع بعض تزايد، ونرجع تاني نعمل أربع غرز، كل غرزة فيها غرزة حشو، اتنين تلاتة أربعة، ورقم خمسة هنعمل فيها اتنين حشو مع بعض، ونكمل اللفة بنفس الطريقة. أربع غرز، كل غرزة بنعمل فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة رقم خمسة بنعمل فيها اتنين مع بعض تزايد. ونقفل اللفة بغرزة ناعمة، ونعمل غرزة سلسلة علشان نبدأ اللفة السبعة الجديدة. هنعمل فيها ست غرز فردية، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، كل واحدة فيهم عملنا في كل غرزة غرزة حشو. رقم سبعة هنعمل فيها التزايد، غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، ونرجع تاني نعمل ست غرز فردية، كل غرزة فيها غرزة حشو، ورقم سبعة فيها اتنين تزايد مع بعض. هنقفل اللفة بغرزة ناعمة، وهنبدأ سلسلة هنعمل سلسلة عشان نبدأ لفة جديدة. هنعمل فيها 8 غرز فردية، كل غرزة من الثمانية بنعمل غرزة حشو واحدة فيها، كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، كده احنا عدينا 8 غرز، وزي ما قلنا كل واحدة بنعمل فيها غرزة حشو. رقم تسعة هنعمل فيها غرزتين مع بعض تزايد، وهنرجع نكمل الثمانية الفردي، وبعدين التسعة هيبقى فيها اتنين مع بعض حشو. كده بعد ما قفلنا اللفة التامنة، ودي آخر لفة هنعملها في قاعدة المج، هنبتدي دلوقتي نعمل الكفر أو هنغطي جسم المج. فهنبتدي شغلنا يطلع لفوق، يبقى عمودي على القاعدة. هنبتدي أول سطر هنعمله علشان يكون عمودي على القاعدة أو نرتفع به الشغل لفوق، هنشتغل في اللفة الداخلية للغرزة. زي ما احنا شايفين احنا عندنا الغرزة ليها اتنين لفتين مع بعض، فاحنا هنشتغل في اللفة الداخلية بس. زي ما احنا شايفين كده كل لفة هنشتغل، او كل غرزة هنشتغل في، او هنعمل الغرزة غرزة الحشو في اللفة الداخلية منها، مش في اللفتين الاتنين مع بعض، لا في اللفة الداخلية بس. ده هيكون بالنسبة لأول سطر بس، علشان هو اللي هيكون الأساس اللي هيخلي باقي الشغل أو الجزء بتاع اللي هيبقى لافف على جسم المج عمودي على القاعدة. هنبدأ دلوقتي نعمل غرز حشو في كل غرزة، أو في كل زي ما قلنا في السطر ده كل لفة داخلية هنعمل فيها غرزة حشو واحدة بس. هنكمل السطر ده زي ما قلنا بنفس الطريقة، بنشتغل في اللفات الداخلية للغرز لفة واحدة مش اللفتين بتوع الغرزة، وبنعمل في كل واحدة غرزة حشو واحدة بس.
هنقفل اللفة الأولى. هنبدأ دلوقتي نعمل ثلاث سطور بنفس الطريقة. احنا زي ما قلنا أول سطر بس هو اللي عملناه في اللفات الداخلية للغرزة علشان يأسس لي الجزء اللي هيكون مغطي جسم المج فيكون عمودي على القاعدة. لكن السطور اللي هنشتغلها بعد كده هنشتغل بطريقة عادية زي ما احنا شايفين، بندخل في اللفتين بتوع الغرزة مع بعض. هنبدأ نعمل غرز حشو، في كل غرزة هنعمل غرزة حشو. وطبعا لو احنا حابين توضيح اكتر للغرز اللي اشتغلنا بيها فنقدر نرجع ليها في فيديوهاتها، في فيديوهات اساسيات الكروشيه. هنكمل زي ما قلنا، احنا دلوقتي بنشتغل في السطر التاني. احنا عملنا الاول خلاص وبدأنا التاني، هنعمل كمان سطرين، هيبقى الجزء ده اربع سطور. بعد ما خلصنا الاربع سطور اللي عملناهم بدءا من السطر اللي بدأناه بعد ما خلصنا قاعدة المج، عملنا كمان فوقه ثلاث سطور. هنبدأ دلوقتي احنا المج اللي بنشتغل عليه زي ما احنا شايفين الايد بتاعته هيبقى الجزء الاربع سطور اللي احنا عملناهم ده تحته، فاحنا عاوزين نسيب مسافة بحيث ان الكفر يكون مغطي الجزء ده ويبقى فيه مسافة فاضية تعدي الايد. فاحنا هنعمل المسافة دي هنعملها خمس غرز نائمة بحيث انها تعدينا كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كده احنا عملنا خمس غرز نائمة عدونا او نقلونا من الخمس غرز دول بحيث اننا نبدأ السطر او اللفة الجاية من بعد الخمس غرز دول، ونكمل السطور اللي بعد كده منقصين منهم الخمس غرز اللي احنا عملناهم دول، فتسيب فوقهم فراغ يعدي الايد بتاعة المج. فنبدأ دلوقتي نعمل غرزة السلسلة الارتفاع، ونبدأ نعمل اول غرزة. هنعمل في كل غرزة زي ما عملنا غرزة حشو، وهنكمل اللفة لحد ما نوصل برضو للآخر اللي هو بداية الخمس غرز اللي عملناهم. زي ما قلنا يبقى احنا هتبقى دي النهاية اللي هي قبل الخمس غرز والبداية بعدهم، بحيث ان هيفضل معانا السطور اللي طالعة مش هتبقى كاملة، يعني مش هتتقفل، هيبقى في النص الفراغ زي ما قلنا اللي هو مقداره الخمس غرز اللي سبناهم اللي هيعدي الايد بتاعة المقر. فاحنا زي ما قلنا هنعمل السطور بتاعتنا مش هتكون كاملة اخرها عند بداية الخمس غرز دول، فهنكمل اللفة للمكان ده. كده احنا وصلنا لاخر اللفة دي اللي هو المكان ده زي ما قلنا بداية الخمس غرز اللي عملناهم غرز نائمة. فكده هنلف، احنا زي ما قلنا مش هتبقى لفات كاملة، هنبدأ نعمل سلسلة علشان نبدأ اللفة اللي بعد كده، ونبتدي زي ما قلنا نعمل في كل غرزة غرزة حشو. فبقى عندنا اللفات، هيبقى ده بدايتها وده نهايتها، وزي ما قلنا ده المكان اللي هنسيبه في النص مكان ايد المج. هنكمل بنفس الطريقة، احنا دلوقتي بدأنا اللفة التانية، هنكمل بنفس الطريقة. الجزء ده هيكون كله 19 سطر، فهنكمل زي ما قلنا احنا دلوقتي بنعمل في السطر التاني، هنكمل كمان زيادة عليهم 17 سطر، وهنعمل السطور دي
مناسبة لطول المج، يعني السطور نقدر نغيرها نقللها أو نزودها على حسب حجم المج اللي احنا بنشتغل الكفر ليه. كمان القاعدة اللي احنا عملناها في البداية ممكن نكبرها أو نقللها على حسب قاعدة المج بتاعنا. فاحنا هنكمل دلوقتي الجزء ده بنفس الطريقة، بنعمل سطور فوق بعض، حددنا خلاص بدايتها ونهايتها زي ما قلنا، ما بينهم ما بين البداية والنهاية المكان اللي احنا سبناه اللي هو مقداره الخمس غرز اللي عملناهم غرز نائمة. هنعمل الجزء ده كله 19 سطر من غرز الحشو. بعد ما عملنا جسم الكفر زي ما قلنا احنا في البداية عملنا بداية الجزء العمودي ده 4 سطور كانوا كاملين، 4 لفات كاملين، وجينا بدأنا الجزء اللي فيه الفتحة اللي هيعدي منها ايد المج، سبنا او عملنا 5 غرز نائمة بحيث انها نعدي ونبدأ السطور في الجزء ده، ونسيب الجزء ال5 الغرز دول فاضي علشان ايد المج. وطبعا احنا لو المج بنعمله الكفر، المج اللي بنعمله الكفر ملوش ايد، فاحنا مش محتاجين نعمل الجزء ده ونسيب ال5 غرز دول، احنا هنكمل السطور كلها للاخر مقفولة. لكن ده في حالة ان المج له ايد هنحتاج نفتح لها جزء. كملنا بعد كده زي ما قلنا 19 سطر باقي الجسم، وزي ما قلنا احنا نقدر نغير فيهم على حسب طول المج. هنبدأ دلوقتي نعمل العراوي بتاعة اللي هنركب لها زراير الناحية التانية واللي هتقفل الجزء ده على المج وتثبته. هنبتدي نعمل أول واحدة، هنعملها عبارة عن 15 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، وهنسيب سطرين، وعند السطر التالت هنقفل بغرزة نائمة، وهنقفلها خالص. هنعمل كمان 2، هنعمل في الآخر، نوصل الخيط ونبدأ نعمل 15 سلسلة. هنيجي هنا بعدها بسطرين، بعد البداية بسطرين نقفل العروة دي، نقفلها خالص. طبعا الخيوط الزيادة دي هننضفها. هنعمل كمان واحدة في النص برضو بنفس الطريقة، 15 غرزة سلسلة. وهنقفلها. هنشيل زي ما قلنا الخيوط الزيادة دي هننضفها، وزي ما احنا شايفين كده عملنا ال3 عراوي. وهنركب الزراير، لكن قبل ما نركب الزراير هنعمل الخطوط الملونة اللي هتعدي على الكفر كله. احنا زي ما قلنا عدد السطور الـ4 اللي عملناهم في البداية وبعد كده ال19 دول 23. ممكن نسيب سطر أو سطرين في الأول وفي الآخر، ونقسم السطور دي على الألوان اللي هنعملها. يعني لو هنعمل 5 أو 6 ألوان فهنقسم السطور على عدد الألوان اللي هنعملها، بحيث إن احنا نسيب ما بين كل لون والتاني عدد سطور متساوي. هنبدأ دلوقتي نشوف هنعمل السطور دي إزاي. هنجيب أول لون،
احنا سيبنا هنسيب اول سطر وهنبدأ في السطر التاني، نعدي الابرة من اول غرزة، هنبتدي نعدي الخيط، وهنعمل اول غرزة نائمة، هنكمل بنفس الطريقة، بنعمل غرز نائمة زي ما احنا شايفين، هنعدي الإبرة كده، نسحب الخيط ونسحبه كمان من الحلقة اللي معانا، هنيجي الغرزة اللي بعدها هنعدي الخيط كده ونعدي الخيط من الإبرة اللي بالخيط باللون الأبيض ونعديه من الحلقة باللون الفوشيا، هنعدي الإبرة في الغرزة باللون الأبيض ونعدي الخيط منها ومن الحلقة اللي معانا على الإبرة باللون الفوشيا، ونعمل في السطر كله نلف لفة كاملة مع زي ما احنا شايفين كده مع السطر كله غرز نائمة جنب بعض، كل غرزة بنعمل فوقها غرزة نائمة زي ما احنا شايفين، هنعدي الإبرة وتبقى الغرزة اللي باللون الأبيض بارزة كده فوق الإبرة بحيث ان احنا نعدي الخيط من وراها ويعدي كمان من الحلقة اللي باللون الفوشيا اللي على الإبرة، بحيث ان زي ما قلنا تعمل غرزة نائمة. هنكمل اللفة دي بنفس الطريقة كده، بعد ما خلصنا اللفة بأول لون اللون الفوشيا ده عملناها كلها زي ما احنا شايفين لفة كاملة من الغرزة النائمة على كل غرزة في السطر اللي احنا بنشتغل عليه في الكفر الأبيض. هنبدأ نوصل اللون التاني اللون الأصفر، هنعدي الإبرة زي ما احنا شايفين من وراء الغرزة أول غرزة ونعدي الخيط ونعمل أول غرزة نائمة، ونبتدي بنفس الطريقة نعدي الإبرة وراء الغرزة ونسحب الخيط ونعديه كمان من الحلقة اللي موجودة على الإبرة اللي بعدها زي ما احنا شايفين، هنعدي الإبرة هنعدي الإبرة زي ما احنا شايفين كده، نعدي الخيط من ورا الغرزة كده معانا حلقتين، هنعدي الخيط من الحلقة اللي معانا فتعمل غرزة نائمة، هنعدي الإبرة زي ما احنا شايفين من الغرزة اللي وراها ونعدي الخيط زي ما احنا شايفين عدى من ورا الغرزة، وهنعديه كمان من الحلقة اللي معانا على الإبرة ونعمل زي ما احنا شايفين غرز نائمة، وهنكمل بنفس الطريقة زي ما قلنا وزي ما عملنا في السطر الأول باللون الفوشيا، بنعمل فوق كل غرزة غرزة نائمة، وهنعمل كمان احنا دلوقتي بنعمل في السطر التاني او اللفة التانية من الغرز النائمة دي، فاحنا هنعمل كمان اربع الوان، وهنعمل ما بين كل لون والتاني زي ما سيبنا ما بين دول هنسيب ثلاث سطور او اكتر على حسب التقسيمة اللي هنعملها، لكن في النهاية هنسيب سطور ثابتة او سطور نفس عدد السطور ما بين كل لون والتاني. كده بعد ما عملنا
كل السطور اللي بالألوان زي ما احنا شايفين، سطور من الغرز، غرزة النائمة على جسم الكفر أو على الغرز، سطر الغرز الأبيض من الكفر. عملنا زي ما احنا شايفين 6 سطور. كمان ركبنا 3 زراير للـ3 عراوي اللي احنا عملناهم من السلاسل دي. وبكده نكون خلصنا الكفر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنت. وعلشان يوصل لكم كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، وشكرا.